من المكاسب اللي حصل عليها المغرب هي القانون 46/19، وفيه توسيع المفهوم ديال الفساد، فما كينحصرش فقط الرشوة في مفهومها الضيق، وما كينحصرش فقط يعني المخالفات والجرائم اللي كينص عليها القانون الجنائي، بل كيشمل مجموعة ديال المظاهر ومجموعة ديال المخالفات، فيها استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، يعني الزبونية، جميع التهرب الضريبي، تهرب ضريبي من وراء أفعال فساد تتعلق بالهيئة، ولكن التهرب الضريبي هو مجال اللي كيتعلق بالإدارة ديال الضرائب. حاله حال التهرب الجمركي مثلا؟ تماما، يعني أن ماشي مباشرة، ولكن غالبا ما كيكون هو في علاقة بأفعال فساد من نوع اللي تكلمت عليهم، يعني الرشوة، الزبونية، يعني استغلال النفوذ في موقع باش نسمحوا لواحد أنه يقوم بالتهرب الضريبي إلى آخره. إذن غالبا ما الأفعال اللي تكلمت عليها كيكون عندها علاقة مباشرة بأفعال فساد كتعلق بمجال تدخل الهيئة.